عاد لي برسالة أخيرة. أنا أعطيني رسالة أخيرة مراد حول هذه القمة. إيه نقدر نتكلم الآن نتكلم على تشكيلة وعلى مباراة وطريقة وخطة لعب ومدربين وواحد، ولكن إحنا كل الأمور هذه نتكلم في أمور معناها ما عندناش ثوابت وما عندناش معناها معلومات صحيحة. أنا تمنيت كان في مؤتمرات صحفية مراد بعد كل مباراة يفرضها اتحاد الكرة على الأندية، بحيث أن كل مدرب ومع الكابتن الفريق بعد المباراة ما فيش باس تجي بعد المباراة مثلا انتهت مباراة المدينة والأهلي طرابلس مثلا الكابتن مثلا محمد نشنوش إلى جانب المدرب طارق جراية، صبري سويسي إلى جانب كابتن الفريق محمد الفرجاني، صبري قشوت سامحني صبري سويسي طبعا نحييه لاعب المدينة السابق صبري ولاعب الأهلي طرابلس. شوف مراد لما يبدأ هنا أنت على الأقل هو شاهدنا حقيقة عادل إيه شاهدنا مراكز عالمية تجتهد وتقدم في المعلومة ولقاءات للمدربين وغيرها. توجيك أنا مش مراكز عالمية، نبي هذا تحت سلطة اتحاد الكرة ولجنة مسابقات، بحيث إحنا نقولوا دوري محترفين ودوري ممتاز نكملوا الصورة الجمالية بمؤتمر صحفي. ما فيش باس أنا لما نسأل مثال إعلامي طارق جراية لماذا جلست اليوم مثال كراو على دكة الاحتياط، يتسألوا جمهور لا يطرابلس لما يرد طارق جراية في المؤتمر الصحفي، إذا هنا جماهير لا يطرابلس خلاص اقتنعت المدرب قال لكم والله عنده تعب عنده شد والله ممكن بيخلي مفاجاه في خيار فني برافو. هذه احنا هني اليوم يا مراد غابت المعلومه علينا اليوم نحيي مراد اداره لاهي طرابلس على الخطوه اللي اخذتها اللي هي في عمل الابلكيشن هذا اللي معناه اليوم تم اطلاق اكيد برافو مراد. على الهاتف المحمول شيء 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 غير مسبوق، شيء يحسب لاداره لاهي طرابلس. هني كان في اخبار وفي حتى الحجز بالتذاكر ما احترمش الشارع الرياضي، احترم جمهور لاهي طرابلس قبل، احترم جمهوره اني انا اعطيك معلومات على كرة الطائرة في كرة السلة في الاجتماعات شن صار في الجمعية العمومية شن صار حتى بتحجز التذكرة متاعك تدخل الابليكيشن أونلاين حتكون أونلاين إذا هنا إدارة الأهلي طرابلس للأمانة احترمت جمهورها وقدمت شيء استثنائي صحيح. للأندية الأخرى اللي مفروض تمشي عليه هذا الشكل هذا. لماذا؟ مش احنا أنا متعدد بمعلومة مثلا على الأهلي طرابلس أو على السويحلي أو على المدينة نخش على الابليكيشن ناخذ معلومات، لا مراد ومعلومات مؤكده من النادي من مصدر رسمي يعني رسمي. مش قال فلان ولا قال لا صحيح تو شي سلك حراج مرات انت نقولوا في معلومات يجيك والله يجي واحد يكتب لك مثلا في على الخاص يقول لك تو انت قلت مثلا بكر الحرك ماهوش لاعب او لعب ليش طلع في اشاعات يمكن ما طلعش اشاعات انا المعلومه اللي جتني ان ابو بكر ما يلعبش صحيح. طيب فكرة نتمنى ان الجميع حتى مع المشاهدين وفق هذه الخطوه برافو لاداره الاهلي طرابلس على هذه الخطوه وان شاء الله بقيه الانديه تمشي بنفس الشكل ان شاء الله بكل تاكيد.